أنا برأيي طلبات التوظيف عندنا بهالبلد ما إلها داعي، كل شيء عندنا بهالبلد بالواسطة. يعني الواحد بدل ما يروح يقدم طلب توظيف يدور له على واسطة أريح له. يعني التربية لما تقبل لما في عنده 22,000 طلب توظيف وهي بحاجتها كلها بالسنة 150 موظف ولا 120 موظف، والباقي وين يروحوا؟ ما عندك امتحان. أوكي الامتحان يعني بس أنا برأيي إنه الامتحان مش عادل، لأنه اللي مخلص جامعة من 2000 اكيد معلوماته مش مثل معلومات اللي مخلص جامعه بال 2014. فاكيد الامتحان مش عادل. انا برايي انه يكون في اولويه للخريجين القدامى، انه اللي له متخرج 10 سنين وقاعد تكون له اولويه عن خريج السنه. انا مشكله بسوق العمل انه يعني عدد اللي بيطلعوا من عندنا من الجامعه كتار وبالتوظيف تلاقيش حدا يتوظف، يعني نسبه قليله اللي بتوظفوا ومعظمهم بيطلعوا برا هالبلاد. يعني عندنا التوظيف قليل فلازم يزيدوا نسبة التوظيف عندنا في البلد والشغل وكذا مشان يتوظفوا مشان ما يطلعوش برا هالبلد. بس أول شيء لأنه هي فاتحته بس يعني كسر عتب مش أكثر من كسر عتب، وأعداد الطلاب عندنا والخريجين هائلة مش راح تلحق عليهم كلهم، فعلى الفاضي كله على الفاضي هيك من بين كل اللي بيقدموا بتاخذ واحد أو اثنين. قدمت أنا مرتين للتربية والتعليم لكن لما فقدت الأمل التحقت بالماجستير في جامعة القدس أبو دياس، وإن شاء الله أنه خير. هلأ رح أقدم أنا على أساس أني ماجستير إن شاء الله خير، بس بحكي كليتي يعني أنه على الدور فيه كتير متقدمين للوظائف. المدارس أول شيء بتزيد أول بأول، وطلاب المتخرجين كثار والكفاءات مش هالكد، يعني تلك كثير معلمين كفاءات قاعدين، وتلك الناس اللي مش مؤهلين لأنهم يدرسوا تلاقاهم واصلين ولا لعندهم واسطة وعلى طول بيشتغلوا، وهيك بخرب أول شيء التعليم وبدمر جيل بحاله. الطلاب اللي بتخرجوا من الجامعات سواء من أي جامعة راح يكونوا حجم أكبر من طلبات التوظيف، يعني مثلا نقول تخرجوا 5,000 واحد يمكن يقبلوا منهم 1,000 واحد، فهي مشكلة كثير يعني بفلسطين إنه طلبات التوظيف تكون أقل من الحجم المتخرج من الجامعة. برأيي المعايير كلها مش متوازنة بجميع المؤسسات والجامعات أو حتى الشركات، في بعض الشركات بتدخل فيها الواسطة المحسوبية مرات للتوظيف، بس في بعض الشركات برضو بتأخذ على الكفاءة والجودة. طلبات التوظيف اللي فتحتها التربية يعني من ناحية إنه الواحد ينقبل الطلبات وشي ضيف، يعني هذا يعني بدها الشغلة واسطة، بدها الشغلة مجهود كبير لأنه الواحد يطلب، لأنه في عدد كبير من الخريجين بيقدموا للتربية بيقبلوا واحد اثنين طالب مساعد أستاذ مساعد، يعني مش هاد الطلبات يعني وفيش تثبيت كتير. أنا خريجة هاي السنة وجيت أقدم وظيفة تخصص رياضيات بكالوريوس رياضيات، وإن شاء الله خير. يعني شايف كتير في ناس وكتير في أعداد وكتير في ناس من سنوات سابقة وهيك، إن شاء الله خير. أنا صح بدرس تربية بس ما بطمح إني أقدم لأنه قليل قليل جدا يعني رح يطلع لهم في التربية، يعني كديش بدهم يختاروا 100 بدهم يقدموا، بتوقعش يطلع لهم 2-3، وزي ما حكوا قبل إنه بالواسطة رح يزبط هذا الإشي أكثر. أنا معي ماجستير إرشاد نفسي وتربوي تقريبا إلي 10 سنين من 2003 عم بقدم في التربية، وما في أي وظيفة أو أي شاغر. أخذوني مرة مدة شهر كبديلة من 4-5 سنين أو أكثر، كل مرة ترتيبي بيكون قريب جدا، يعني مش أرقام بعيدة أقل من 5، بس ما في أي كذا. إذا قرب رقمي بياخدوا إشي اسمه حالات خاصة ما بنعرف كيف أجوا. بالنهاية وصلت لقرار إنه رح أسحب من تربية طول كلمة وأطلع على تربية تانية، غيرت مكان السكن وحقدم محافظات تانية على أمل إنه يكون محافظات تانية في مجال. نفتتح استقبال طلبات التوظيف لجميع التخصصات الأكاديمية المسموح بها في التعليم في داخل المدارس، وتعطى الفرصة لكل من يحمل هذه المؤهلات بالتقدم لطلب للوظيفة حسب معايير شروط وظيفة وزارة التربية والتعليم المعروفة لدى جميع المتقدمين. نلاحظ أن في اليوم الأول كان هناك 109 طلبات تجديد طلب و19 طلب جديد، بمعنى 128 حالة تم التعامل معها في اللحظة الأولى من فتح باب التقدم للوظائف.
في محافظة طول كرم بقياس على الأعوام السابقة في العام الماضي كان هناك 3700 طلب مقدمات، ونسبة التوظيف فيها مع المتقاعدين والمراكز الجديدة والشاغري لم تزد عن 70 مركز، وهناك كم هائل من الإناث في المتقدمات الطلبات وخاصة في المواد الإنسانية والتربية الابتدائية بمجالاتها والمرحلة الأساسية، ونسبة الطلب عليها قليلة، ولكن هناك نقص حاد لدى الذكور في مجال اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات. كمان إنه الفرص المؤات في وزارة التربية والتعليم في محافظة طول كرم هي فرص أقل من غيرها من المحافظات الأخرى لكثرة المتقدمين وأعدادهم، فهي محافظة تفوق ونجاح وتميز وريادة وتكون ممتلئة في معظم الحالات.